سلام، انا سميتي ايا، عندي 16 سنه. ملي كنت صغيره كنت كرسم في البانت، من بعد كرسم في الفوتوشوب واليستراتور و 3D والميدي بانك وحتى بالقلم. اليوم جيت الرباط جبت لي زارتيك ديولي في الرباط وكنبيعهم وكنخدم مزيان. السلام عليكم، انا ماما ايا. ايا طفله توحديه اللي ما استطاعش انها تدخل المدرسه، ولكن الحمد لله اكتشفت عندها واحد الموهبه رائعه في الرسم، ولكن الرسم الرقمي، يعني توسكي فوتوشوب اليستراتور 3D، تعلمتهم بحدها، يعني ما علمها حتى شي واحد. وحاولت نطور عندها هاد الموهبه، جبت ليها اساتذه باش يعلموها هاد البرامج المتطوره شويه، ومن بعد ولات تدير معارض. دارت معارض في اسفي، في مدن اخرى. مني وصلت دابا ولات عندها 16 سنه، قلت لي مالا يكون عند ايا يدير المشروع خاص بها. فولات كطبع دوك الرسومات ديالها على بزاف لي زارتيكل، الحوايج وسايد دي طابلو، بزاف لي زارتيكل. واليوم جينا لمدينه الرباط، تلقينا واحد الدعوه باش تعرض المنتجات ديالها في مدينه الرباط، ويتعرفوا عليها الناس ديال الرباط كيف ما تعرفوا عليها الاصدقاء ديالها في اسفي. بالنسبه لايا كترسم في توسكي تابلت غرافيك، الفوتوشوب، دوك لي لوجيسيال ديال فوتوشوب اليستراتور وهذا، بواحد السهوله، يعني ما تتلقاش مشكل في دوك البرامج اللي تعلمتهم غير من اليوتيوب اغلبيتهم. والان عندها الورشه ديالها في اسفي، المقر ديالها فيه الاجهزه ديال الطباعه، فيه باش تترسم الادوات باش تترسم، وكتساعدها. اختارينا ان باش يساعد ايا في هذه العمليه ديال البيع ديال المنتوجات وهذا، واحد الشابه حتى هي من وضعيه اعاقه، اختارينا في وضعيه اعاقه طالبه جامعيه اللي كتساعد ايا في توسكي امبريسيون وهذا امبالاج. بون، تنبغي ننصح الامهات ديال الاطفال ذوي التوحد باش ما يضغطوش بزاف على الاطفال ديالهم. صحيح هو بزاف الامهات تنبغوا وليداتنا حتى هما يقراو ويمشيو ليكول ويوصلوا ويجيبوا معدلات كبيره، ولكن المعدل والليكول راه ماشي هو كلشي. خصنا نحاولوا داك الطفل نحاولوا نقلبوا على شنو تيعجبو شنو تيبغي. يقدر يكون عنده موهبه في الرسم، يقدر يكون موهبه في الرياضه، يقدر يكون مواهب اخرى، نحاولوا نكتشفوها باش داك الطفل تيعيش مرتاح نفسيا وتيدير داكشي اللي تيبغي، وحنا تنعاونو نساعدوه كأسرة، تنحاولو نساعدوه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.